اليوم احنا كنشاركوا في هذه المسيره العارمه المنظمه في مدينه، وهي المسيره الثانيه المليونيه اللي تنظمت في مدينه الدار البيضاء، بالاضافه الى مسيره الرباط والعديد من المسيرات والوقفات في العديد من مدن المغرب، باش نعبروا على تضامن ديالنا المطلق لإخواننا في غزة وفي الضفة وفي الشتات، إخواننا الفلسطينيين، لأننا نرى أن الكيان الصهيوني الغاشم يعني يقوم اليوم بحرب إبادة شاملة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، ونقول بأننا لسنا بحاجة إلى وقف إطلاق النار لأربعة أيام وتبادل الأسرى، نحن بحاجة إلى سلام عادل ومنصف لإخواننا الفلسطينيين حتى يؤسسوا دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، ويتم السماح للاجئين بالعودة، ويتم الإفراج عن كل الأسرى. وبالمناسبة نقول للدول المطبعة وضمنها المغرب بأن التطبيع لن نجري من ورائه إلا الخيبات والويلات، فالكيان الصهيوني بطبيعة الحال يستفيد من كل عمليات التطبيع اقتصاديا وعسكريا، ويعمل على عزل القضية الفلسطينية، ولكننا نحن لا نستفيد شيئا، ولهذا نطالب بإسقاط التطبيع وكل اتفاقيات التي نجمت عنه، وأن دولنا العربية والمغاربية والمسلمة بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى البناء الديمقراطي، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، إلى صيانة الحقوق والحريات للمواطنات والمواطنين، لأن هذا هو الذي سيمنع وطننا ضد كل اختراقات وضد كل هذه الإكراهات، وهو الذي سيعيننا على الحفاظ على سيادتنا الوطنية وعلى استقلال قرارنا، وعلى أن نحلم غدا بإمكانية توزيع العادل للثروات، وأن نضمن العيش الكريم لكل المغربيات والمغاربة، وأن نبني وحدة مع الشعوب المغاربية والعربية، وأن نتحرر وأن ننهض. فإفريقيا اليوم تنهض، وفلسطين اليوم تساعدنا في أن نتحرر كلنا كشعوب مغاربية وعربية مسلمة. وشكرا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.